هل هنالك قرابة بين تأبط شرا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. كيف ذلك؟ خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان عندها عم اسمه نوفل، تزوج بامرأتين، الأولى أم ورقة، ورقة بن نوفل الذي عرضته خديجة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت المصطفى وعرضته على ورقة بن نوفل وهو ابن عمها. هذا نوفل تزوج بامرأة أخرى، من هي؟ أخت تأبط شرا واسمها آمنة، وآتت له بولد اسمه عدي. هل أسلم عدي؟ نعم أسلم. متى؟ عام الفتح، وقد جعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واليا على حضرموت. فهذا عدي يصبح اللي هو أخت تأبط شرا، يصبح ابن عم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها.